ثلاث انواع تغميسات او ديبينج حتى يرافقوا التشيبس او المقرمشات ويزيدوا من الحماس. نحن عم نحضر مباريات كاس العالم، راح نشوفهم سوا اليوم وراح نحضرهم سوا. التغميس البيضاء او الصوص الابيض، الصلصة والجبنه، كلهم راح نحضرهم بمكونات بسيطه وان شاء الله ما بيكونوا كتير مكلفين. يلا نشوف الطريقه سوا. راح نبتدي اول شيء بالصوص او بالديبينج الابيض. بقلب جات راح نحط علبه صغيره 200 جرام من اللبنه، وراح نضيف فوقها علبه لبن واللي هو الزبادي 170 جرام، وراح نحط لها كمان علبه صغيره من الفته، جبنه الفته تقريبا 200 جرام وزنها. بنحط عليهم خيط زيت زيتون، شويه ملح شي نص معلقه صغيره، وشي معلقه كبيره من الاوريجانو. وما تسالوني شو خطر لي حتى حطيت شويه مي ورد، يعني تقريبا شي نص معلقه صغيره. طعمتها ما بينت وما اثرت على الطعم، بس ولكن عطت انتعاش للخلطه وافتر تيست كتير حلو. بنخلط كل هالمكونات سوا كتير منيح حتى نحصل على خليط متجانس، وبتكون اول تغميسه صارت جاهزه عنا. تاني تغميسه رح نحضرها هي الصلصه، والصلصه بتكون اختها او بنت عمتها للجوكامولي، بس ما فيها افوكا حتى ما تكون كتير مكلفه. بقلب جات بنحط باقه من الكزبره مغسلينها كتير منيح وفارمينا، بصله مفرومه ناعم جدا، بندوره مقطعه، وشوي من الهالوبينو المخلل مع مية التخليل تبع الهالوبينو. بنرش رشه ملح صغيره، وطبعا بدنا نحط زيت الزيتون، لازم نكتر زيت زيتون، هيدا الصوص بتحب زيت الزيتون الكتير بقلبها. عصير حامضه او ليمونه وحده، رشه من البهار الاسود او الفلفل الحار الحلو الاسود، وبنخلطهم كلهم سوا كتير منيح، وبتكون اطيب صلصه صارت جاهزه عنا. وتالت تغميسة هي المفضلة عند الجميع وهي صوص الجبنة، وهالمرة رح نحضره بطريقة مختلفة تماما عن كل الطرق اللي كنا نحضره فيها قبل. نحن عادة بنعرفه بطحين وبزبدة، هالمرة رح نحضره بطريقة مختلفة. بقلب طنجرة رح نحط كباية من الحليب، انا حطيتها اول شي بطنجرة كبيرة بعدين لقيت انه كتير كبيرة فنقلتها على وحدة اصغر شوي، ورح نضيف على الحليب معلقتين كبار من بودرة البشاميل اللي بتجي جاهزة من السوبر ماركت. بنشتري ظرف بشاميل ما رح يكلفنا كتير وبنستعمله، وطبعا بدنا نملح ونبهر، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وراح نحط تقريبا معلقة كبيرة من بودرة البابريكا. البابريكا مش كتير رح تأثر على الطعم، بس ولكن رح تعطينا لون كتير حلو. بنحطهم هالمكونات كلهم سوا كتير منيح. والجبنة اللي رح نستعملها هي الجبنة اللي انتو عم تشوفوها قدامكم، بتجي شرايح تبع البرجر، هاي لأنه بتجي أرخص من الجبنة التانية اللي عم تشوفوها قدامكم واللي هي تشيدر. طبعا فيكم تستعملوا تشيدر الأصلية، بس أنا اليوم حبيت أعملها بتعيت البرجر حتى نشوف انه كمان بتزبط. ناخد خليط الحليب والبشاميل ونبلش نطبخه على النار، وبس يبلش يغلي عنا ويبلش يشتد رح ننزل الجبنة فوقه. كباية حليب بدها 400 جرام، يعني علبة كبيرة من هذه الجبنة، بس انا بنصحكم تعملوا نص الكمية لانه رح تشوفوا انا الطنجرة عندي طلعت كتير كبيرة. كمان رح نحط شوي من الكاتشب، رح يعطي تاتش كتير طيبة وكمان رح يعطي لون كتير حلو. وبنضلنا عم نقلب حتى تدوب الجبنة ونحصل على النتيجة هيدي الحلوة، وبتكون صوص الجبنة صارت جاهزة عنا. وبهالصحن التقديمي اللي شكله كتير حلو واللي مقسم لثلاث اقسام، رح بلش اول شيء بحط صوص اللبنه مع الفته واللبن، وبتاني ميله رح احط الصلصه اللي حضرناها. وشوفوا الصلصه بس ترتاح كمان بتبق المي اللي بقلبها، وهذا صوص الجبنه شوفوا القوام تبعه ما اجمله، مع انه بلش يبرد بس بضل عندكم هيك خفيف ما بصير جامد كتير. مثل ما قلت لكم صوص الجبنه اعملوا نص الكميه لانه حرام طلعت الطنجره كتير كبيره. وبصحن كبير بنفتح كيسة شيبس حجم عائله، وبنزين له وجهه بشويه بندوره وبشويه هالوبينو وبصل. طبعا بنرجع نحط على وجهه صوص الجبنه، اكيد بدنا نغرق له وجهه بصوص الجبنه اللي حضرناه. واللي ما له جلاده واللي ما عبره يحط بصحن، افتحوا كيسه شيبس وحطوا من كل شيء حضرناه، كل هالديبينج اللي حضرناهم بقلب كيسه شيبس، ورجعوا اخلطوهم كلهم سوا كتير منيح، هزوهم كلهم سوا كتير منيح حتى ينخلط الشيبس بكل هالديبينج هيدا، وهبتحصلوا على هيدي النتيجه. يعني عن جد طعمات مع بعضهم كتير طيبين، والثلاث تغميسات مع بعض بس حطوهم كلهم مع الشيبس كتير طعمتهم طيبه. طبعا هول التغميسات مش ضروري بس نقدمهم مع الشيبس، فينا نقدمهم مع الكراكرز، فينا نقدمهم مع الكعك، فينا نقدمهم مع الخضره مثل الجزر والخيار، يلي انتم بدكم اياه فيكم تعملوا. بتمنى تجربون وتعطوني رايكم فيهم، وخبروني كيف حماسكم على المباريات، وصحتين والف عافيه على قلبكم جميعا.